نبدأ نشرتنا الرياضية مع الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، واللي وضع برنامج تدريبي خاص للخماسي محمود عبد الرازق شيكابالا وإمام عاشور ومحمد حسام أبيسو ومحمد طارق وحسام أشرف، وده على هامش التدريبات الجماعية اللي أقيمت امبارح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. وأدى الخماسي تدريبات خفيفة بالكورة، وده قبل ما يخوضوا تدريبات خاصة بدنية وفنية تحت إشراف أندريا فلاب مدرب الأحمال بالنادي. الصفحة الرسمية للنادي الأهلي نشرت على حسابها الرسمي على الفيسبوك فيديو جديد لتدريبات الأهلي اللي شهد التدريب وتركيز الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على التسليم والتسلم. ومن ناحية تانية بيواصل بيرسي تاو برنامج التأهيل للتعافي من الإصابة اللي سبق تعرض لها وكانت عبارة عن شد في العضلة الأمامية. وكمان بيستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي، وده هيبقى يوم 9 أكتوبر في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا. فريق كرة اليد في النادي الأهلي فاز على فريق جي أس كي كونغولي بـ 39-14، وده في ثالث لقاءاته في بطولة أفريقيا للأندية اللي بتستضيفها تونس وهتستمر لحد يوم 9 أكتوبر. ونجح الفريق الأهلي في تحقيق الفوز الثالث في المشوار الإفريقي بعد الفوز على فلاورز البنيني في ضربة البداية. كمان استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 على الدخول في معسكر مغلق خلال شهر نوفمبر اللي جاي، وده استعدادا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب. وبيسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر لخوض بعض المباريات الودية في المعسكر اللي جاي، وده علشان يقف على مستوى اللعيبة. منتخب مصر لكرة الصالات بدأ امبارح معسكر مفتوح وهيستمر لحد 10 أكتوبر، وده استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية أول السنة اللي جاية. وبيستهدف الجهاز الفني لمنتخب الصالات متابعة الحالة البدنية للعيبة وكمان تجربة بعض العناصر اللي انضمت لصفوف المنتخب مؤخرا. عالميا كشف المدرب الألماني يورجن كلوب عن آخر استعدادات فريقه ليفربول الإنجليزي لمواجهة فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وقال كلوب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة أن مباراة ليفربول ورينجرز مميزة، ورينجرز كمان فريق جيد ومنظم ولعب موسم هايل في اليوروبا ليج الموسم اللي فات، علشان كده لازم نحضر للقاء ده بشكل كويس لأن المباراة هتكون قوية جدا. تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني اتكلم عن المباراة المرتقبة للبارسا ضد انتر ميلان، واللي هتتلعب على فكرة النهاردة الساعة 9 بالليل على ملعب سان سيرو، وده ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة رقم 3 في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. تشافي قال خلال المؤتمر الصحفي أن البارسا عنده أسلوب واضح ومش هيتغير، وبنحاول نطبق أسلوبنا في كل حالات اللعب قدام جميع المنافسين. وقال كمان أن انتر ميلان فريق عنده شخصية كبيرة جدا وفريق صعب، لكن نريد نقاط المباراة الثلاثة. فريق ليستر سيتي الإنجليزي حقق فوز كبير على نظيره نوتنغهام فورست بنتيجة 4-0، وده في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن مباريات الجولة 9 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023. وبكده فريق ليستر سيتي بقى في المركز قبل الأخير في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقط، ونوتنغهام فورست في المركز 20 في الترتيب وبالأخير برصيد 4 نقط. خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لزملائي لاستقبال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لميا.